اول حاجه انا بشكر الجهاز الفني في النادي الاهلي درجه اولى ان هو ساعد كتير قوي القطاع الناشئين. حضرتك كمدير قطاع الناشئين طبعا شايف انا شايف اللعيبه في لعيبه اللي شاركوا في الماتشات التمهيديه في اللعيبه من فرقه الناشئين وفرقه الشباب بالزي بتاعه وبيحتفلوا مع اللعيبه شايفهم طبعا فدي يعني ودي ساعدتنا كتير ان الحمد لله الاسبوع ده احنا كسبنا بطوله الجمهوريه 17 سنه و19 سنه بفضل ان اللعيبه كانت بتتمرن مع درجه اولى وكان بيلعبوا معاهم فاكتسبوا خبره كويسه قوي هي ساعدت ان احنا نكسب النصر صحيح واحنا بنوجه له الشكر مع حضرتك اكيد احنا طبعا بقى المفاجاه ان احنا الاهلي يعني كسب 3-0 75 نقطه والزمالك جاب 67 نقطة الأهلي جاب 60 نقطة بمجهوده 8 بلوك 8 إرسال 44 نقطة بالهجوم و15 نقطة من فريق الزمالك يعني احنا خمسة خلينا نتكلم في اللي انا عارف يعني حضرتك عايز تقول ايه 75 نقطة نادي الأهلي 60 منهم نقطة نادي الأهلي 60 نقطة هو جابهم بمجهوده 15 نقطة نتيجة أخطاء من نادي الزمالك اديني بقى التانية الزمالك جاب 67 نقطة تمام 33 نقطة الزمالك جابهم 5 بلوك 5 ارسال 23 نقطة بالاتاك والاهلي اداله 34 نقطة يعني الاهلي اخطاؤه اكتر من زمالك ما هو اللي جاي يعني المستوى اللي ظهر بيه نادي الزمالك النهارده كان هدية من نادي الاهلي بالاخطاء ال 34 خطأ اخطاء يعني هو اخطاء طبعا ارسال شبكة يعني كور بلوكات ممكن بره يمكن الملعب كان يعني كان الاهلي برضه في يمكن نوع من التوتر شويه لكن هو يعني هو في المقابل 15 نقطة بس اهداهم نادي الزمالك نادي الاهلي نادي الاهلي اهدى 34 عشان كده الاهلي كسب لان هو اللي بيجيب نقطة يعني هو اللي بيجيب وخاصة في الاتاك يعني الاتاك هو ال 44 نقطة والزمالك 23 يعني كل الكور تقريبا معظمها بتبقى لا اتاك احنا جبنا 44 نقطة من الاتاك من الزمالك 23 نقطة يعني هو ماكس يعني ضعف تقريبا يعني في الملعب كلاعب فولي بول احنا الاهلي الاهلي عشان كده بقول لحضرتك يعني فرق واضح كبير جدا في واحنا كنا لامسين ده حتى كابتن الاهلي يعني يمكن ضيع 20 ارسال 20 ارسال من 34 من 34 هديه اللي اداهم لنادي الزمالك كان فيها اربعه يعني يمكن عشان يكسب النادي الاهلي هو في الحاله دي برضه لازم يعمل مجهود يعني لا يعني برضه 34 خطا مباشر راح لنادي الزمالك يبقى احنا فرقه ما شاء الله قويه قوي طبعا من انت يعني عشان بالهجوم ده بتعمل ارسال قوي جدا بتعمل بلوك بتعمل دفاع بعدين بتعمل كونتر اتاك يعني دي النقطه انت بتكسب لو الارسال معاك صحيح بتكسب بالنقط ولو الارسال معاك استقبال برضه بتكسب بالهجوم